السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. فين اللي جمع عليك هل النية يا صية تكلي ونسوك فين هل الجود والرضا فين حياتي فين حومتي واللي ليا يا الصينية تعازينا الحارة لرئيس عصبة الشمال الغربي للكرة الحديدية في الفقيد، وتنتمنوا له المغفرة والرحمة والسلوان. تشكر جميع اللاعبين الذين أبانوا عن انضباطهم. نشكر النادي الرياضي القنيطري على حسن الضيافة وكذلك التنظيم. تشكراتنا للحكام الذين دبروا هذه المقابلات. تشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذه التظاهرة. وعلى بركة الله لنقدم الجوائز للفائزين. بالنسبة لوصيف البطل، وصيف البطل في الطردية، التحقوا بنا الإخوان ديال الكونسولاسيون، الله يخليكم هنا ليزيكيب ديال الكونسولاسيون، لا دوزيام إيكيب، لا دوزيام إيكيب. بالنسبة لوصيف البطل فريق المحمدية واللي غيسلم ليه الكأس الأستاذ مهدية المدني أمين المال النادي. Thank you.
الإخوان الأخ أجواد الإخوان ديال الترضية أجواد علي بالنسبة ل بالنسبة للأغلفة المالية غيسلمها ابن رئيس النادي بالنسبة للأغلفة المالية غيسلمها الأستاذ فاضل نائب رئيس النادي غادي نادي على الأستاذ خلوق رشيد هو بالمناسبة عضو نادي ديال السكنية ومحامي باش يسلم الكؤوس للنادي بالنسبة للأغلفة المالية وكأس النادي غيسلم ابن رئيس النادي بزق البخاري نيابة عن أبي وعادت النادي على الفرق الفائزة بالبطولة فالنادي على وصيف البطل وصيف البطل وصيف البطل الأغلفة المالية يسلمها الأستاذ فاضل الأستاذ فاضل الآن تناديو على الفريق الفائز وهو من نادي تيفلت والتي يضم البطل العالمي العلوي حفيظ والبطل المنقاري والبطل أمين تفضلوا الكؤوس غير الأستاذ المدني معدية كأس النادي البطل والغلاف المالي يقدم الأستاذ خالد إزوار من قاري علوي Thank you.